حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدا بملف المعلمين. المعلمين يعني متابعين يمكن الموضوع، احتجاجهم على نظام الخدمه المدنيه، على نظام البصمه. كان في تصريحات امبارح لوزير التربيه والتعليم كان مستغرب فيها من تصعيد المعلمين، وقايل لهم انه يعني احنا عندنا نظام خاص راح يكون خاص في المعلمين، يمكن يعالج جزء من المشاكل اللي محتاج عليها المعلم. بدنا نعرف تفاصيل اكثر، رح نعرف تفاصيل اكثر عن تصريحات وزير التربيه، وهل هي مرضيه بالنسبه للمعلمين؟ هو متفاجئ من التصعيد وليش تتصعدوا واحنا الامور محلوله بيناتنا؟ وبدنا نسمع وجهه نظر بالتالي المعلمين ورايهم بتصريحات الوزير، وعشان نعرف اكثر هيك ندخل بالجو. اسمحوا لنا ان نتابع هذا التقرير للزميل انس الشريف. في الوقت الذي لوحت فيه نقابة المعلمين بالتوقف الجزئي عن التدريس رفضا لتعديلات نظام الخدمة المدنية، كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستصدر قريبا نظاما لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي للمعلمين بوزارة التربية. أوضح الوزير أن النظام الجديد سيكون المعتمد لعملية تقييم المعلمين وليس المنحنى الطبيعي لمستويات الأداء المعتمد في نظام الخدمة المدنية. بيّن أن الوزارة تعد منذ 9 أشهر نظاما لمزاولة المهنة والمسار الوظيفي للمعلم، موضحا أنه كان هناك عدة لقاءات مع نقابة المعلمين وتمت مناقشة مسودة النظام المذكور معهم، كما تم الاطلاع على الممارسات الفضلة التي تؤدي إلى مهننة التعليم. فيما يتعلق بنظام البصمة الإلكتروني، أوضح الرزاز أن كل ما في الأمر أنه تم حوسبة النظام الذي كان قائما للدوام وإثباته، وهو نفس السجل الورقي الذي يوقع عليه المعلم، وفقد تمت حوسبته ونحن ماضون به وقد راعينا فيه وأعطينا صلاحيات كبيرة لمدراء المدارس بهذا الشأن. وحول تلويح نقابة المعلمين بالتصعيد، قال الرزاز: لا أعرف أين المشكلة ولماذا التصعيد، لكنه أكد أن الوزارة ماضية في إيجاد نظام مزاولة المهنة الذي سيرى النور قريبا، لافتا أن نظام الخدمة المدنية يسمح لكل مؤسسة بمراعاة خصوصيتها بأن تجد النظام الذي يناسبها، وهذا ما نقوم به من خلال وضع نظام مزاولة المهنة، فالمعلم سيتم تقييمه بناء على هذا الإطار. ويبقى السؤال اليوم: هل سيزيد هذا النظام الجديد من مرتبة التعليم ويقدم إصلاحات مميزة في سير العملية التعليمية في الأردن؟ إذن مشاهدينا، بعد متابعة هذا التقرير اسمحوا لنا لمزيد من التفصيل أن نرحب بعضو فرع إربد بنقابة المعلمين الأستاذ قاسم المصري. أستاذ قاسم، مساء الخير. مساء الورد يا سيدي لحضرتك ولكل المشاهدين الكرام. الله يسعدك أستاذنا. يعني بداية حابين نعرف فيك وجهة نظركم بتصريحات وزير التربية اللي يعني أدلى بها أنه رح يكون هناك نظام خاص لمزاولة مهنة للمعلمين، وهل هذا سيثني المعلمين من الاستمرار في تصعيدهم بمطالبهم؟ يا سيدي العزيز، ما صرح به معالي وزير التربية والتعليم لا يتعلق بكل التشريعات في نظام الخدمة المدنية. ما زال المعلم الأردني تابع لنظام الخدمة المدنية. الذي صرح به وزير التربية والتعليم هو ما يتعلق في التقييم فقط، في الجانب التقييمي، يعني بجزئية بسيطة جدا، وهي التقييم للمعلم الأردني ولأداء المعلم الأردني. هذه النقطة المهمة، ما تكلم به معالي وزير التربية والتعليم حول المسار الوظيفي للمعلم، هذا جانب آخر يشابه اللي هو نظام مزاولة المهنة، لكن ما يريده المعلم الأردني أن يطلع وأن يكون شريك حقيقي، وأن تكون نقابة المعلمين بمجموعة الهيئة المركزية شريك حقيقي في صياغة المسار الوظيفي للمعلم. لأنه ما سمعنا أن المسار الوظيفي ينص على أن العلاوة للمعلم، علاوة التعليم، تبدأ ب 25%، بينما الآن العلاوة هي 100%، يعني هذا تراجع للخلف وليس تقدم للأمام. صحيح أنه المسار الوظيفي الجديد المقترح الذي لم يصبح نافذ هو نظام مقترح، لكنه هذا يصل إلى 200%، لكن بشروط قاسية، يعني يخدم المعلم 30 عام في وزارة التربية والتعليم وفي الغرفة الصفية، وقد لا يستطيع أن يتطور من جراء مزاولة المهنة الجديد. على كل الأحوال، مزاولة المهنة هي أفكار وهي مقترحات
الآن ما أخذت الوجه التشريعي وليست نافذة حتى نستطيع الحكم عنها. والأصل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيعها ونشرها حتى نتأكد من مناسبتها للمهنة. ونعني بهذا الحديث المناسبة نعني أنها يعني تساهم في تجويد التعليم في الأردن وتساهم في حماية المعلم وتطوير التشريعات التي تحمي وتحفظ حقوق المعلم الأردني. يعني من ضمن تصريحات الوزير أستاذ قاسم أنه يعني احنا انا مستغرب ليش التصعيد، خاصة انه احنا اعطينا مجال لكل يعني وزارة بان يكون لها خصوصيتها بالنظام، وحتى على موضوع البصمة قال احنا بس حوسبنا النظام، كان نظام ورقي خلينا نظام محوسب، يعني ليش التصعيد من المعلمين؟ اولا بالنسبة لموضوع البصمة، المعلم الاردني له رؤية في موضوع البصمة ويريد تنظيم المسألة وضبطها اكثر، لانه هناك ما زالت اسئلة معلقة لا يوجد عليها اجابات. المعلم الذي انهى الحصص ووصل مثلا إلى الحصة الخامسة ما بعد الحصة الخامسة لماذا يبقى في المدرسة؟ ليش؟ لأن هناك خصوصية حقيقية لمهنة التعليم، يعني أغلب المعلمين، وأنا ما زلت أمارس التدريس والتعليم وأدخل للغرفة الصفية، أغلب شغلي أنا بأخذ معي للبيت، يعني الأعباء والتكاليف الإدارية والكتابية دائما هي ترافقني للبيت، فأنا أيضا حتى وجودي في البيت هو مرتبط في مهنتي في التعليم. الآن لماذا التصعيد؟ للتصعيد لأنه هذا التقييم الآن النافذ والذي يطبق على المعلمين ويطبق على 107 مؤسسات في الأردن ومنها وزارة التربية والتعليم، هذا نشعر أنه تقييم ظالم، تقييم ليس حقيقي، قالب جاهز يجب أن تضع المعلمين فيه. وبالإضافة في نقطة مهمة دائما تغيب عن أذهان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لماذا لا يشرك المعلم بهذه القرارات؟ لماذا لا يؤخذ رأي المعلم عند صياغة مثلا تشريعات جديدة أو وضع تعليمات جديدة للمعلمين؟ هنا أستاذ قاسم، يعني لماذا لا يعتبر الآن وزير التربية عم بسمع حضرتك أصحاب الرأي والنابهين من المعلمين، نعم، يؤخذ برأيهم ويؤخذ بتجاربهم. أستاذ قاسم، أنا بدي أوصل للنقطة المهمة، إنه نعتبر الآن وزير التربية عم بسمع حضرتك، شو المطلب الأساسي والمباشر الآن للمعلمين لو بده يلخصه الأستاذ قاسم المصري؟ إلغاء المنحنى الطبيعي لتقييم المعلمين. أها، نعم. والبديل يا سيدي العزيز هو في تقارير الأداء كانت معتمدة سابقا، ويعني عليها ملاحظات. لذلك احنا نقول دائما من أجل نهضة التعليم في الأردن، من أجل تجويد العملية التربوية والتعليمية في الأردن، نتمنى على وزارة التربية والتعليم وأصحاب القرار أنهم يأخذوا برأي المعلمين. المعلمين هم أصحاب رسالة، وبالتالي المعلم الأردني همه الأول، لأنه هو بالأخير ولي أمر، همه الأول والأخير أنه إصلاح التعليم وتجويد التعليم. هناك مشاكل متعددة يعاني منها المعلم الأردني، لكن الوزارة يبدو على خلاف يعني رؤية المعلم الأردني. يعني المعلم الأردني يعاني من اكتظاظ الصفوف، يعاني من البيئات غير المناسبة للتعليم، يعاني من المرافق يعني غير ذات الجاهزية العالية. وبالتالي هذا مطلب المعلمين، ونحن مطلبنا أنه هذا التقييم الظالم أرجو أن يتم إلغاؤه. اسمح لي أضرب لك مثال، اسمح لي حتى أقرب للمشاهدين وجهة النظر. أنا بدي أحكي عن مدرسة نعيم الثانوية للبنات، كوني أنا مثلا من نعيم. تمام. هذه المدرسة نسبة النجاح في المواد الثانوية العامة إذا بدنا نأخذها كمعيار، نسبة النجاح 100%. تمام. دائما عندهم عدد من الطالبات متفوقات حصلت على معدلات عالية فوق 95 أو فوق 90. أغلب الطالبات المجتهدات المتميزات بروحوا على كلية الطب. يعني تخيل مدرسة الحصن الثانوي للبنات فتح الشعب الطب، بس مدرسة الحصن الثانوي للبنات. هذا يعني أنه كادر المدرسة سواء إدارة أو معلمات هو متميز. نعم. كيف الآن أنا بدي أدور على معلمة ضحية أو عدد من المعلمات يكونوا ضحايا لنظام الخدمة الجديد وتعديلاته وأحط لهم ضعيف أو أحط لهم جيد؟ ليش؟ ليش؟ إذن لابد أن يكون في معيار، وكل بيئة مدرسية وكل مدرسة تختلف عن الأخرى. فلذلك هذا مطلبنا البسيط، أن يكون في عدالة. وأظن أنه إحنا ومعالي الوزير سنتفق على رؤية يعني ممكن تكون أكثر عدالة من هذا الموجود في نظام الخدمة المدنية. جميل. أستاذ قاسم، كيف شايف أداء النقابة في هذه المطالب؟ وهل
يعني انتم على انسجام معها في في, في هذه الجزئيه بالذات. لا شك انه احنا كمعلمين وكنقابيين موجودين، على فكره احنا اليوم يعني كان بجزئنا اخر يوم في نقابه المعلمين في فرع محافظه اربد، لانه كما تعلم انه فرع اربد اغلبه تقدم باستقالات حسب قرار هيئه الفرع باجتماعها الرسمي وتم الموافقه عليها اليوم. لا شك انه الاولويه دائما لمطالب المعلمين، ونحن يعني سنبقى دائما ندور بهذا الفلك وندور حول مطالب المعلمين، يعني اولويتنا وعملنا راح دائما يكون موجود لمطالب المعلمين. نحن مع اي قرار من نقابه المعلمين يخدم قضايا المعلمين بشكل واضح. نعم. طيب الاستقالات، بالنسبه للاستقالات تمت اليوم الموافقه عليها استاذ قاسم؟ لا، هو سمعنا لها من يعني فتره، يعني موضوع شوي مختلف. احنا من بدايه هذه الدوره وزملائنا في مجلس نقابه المعلمين بيعملوا بطريقه اطفائيه، طريقه ثاريه، طريقه انتخابيه. والاصل في مجلس نقابه المعلمين ان يكون قائد وأن يجمع الجميع وأن يوحد الصفوف المعلمين خلف مطالبهم وحسب رؤيتهم. اللي صار واللي حصل من مجلس ثقافة المعلمين أنه كان يتعامل دائما مع فرع إربد بندية ويمين بكسر الثاني، مع أنه الأصل أنه جميعا نحن نلتف حول مطالب المعلمين، نطالب بحقوق المعلمين، وبالتالي كان يقرب من يريد ويبعد من يريد. وهذا المجلس لم يستطع عقد اجتماعات للهيئة المركزية كبقية المجالس السابقة. وبتعرف أن الهيئة المركزية هي صاحبة أعلى سلطة نقابية مؤسسية في نقابة المعلمين، وغيبت تماما عن المشهد، مع أنه كانت الظروف تحتم أن تكون الهيئة المركزية موجودة وحاضرة في كل القرارات وفي كل المداولات والمشاورات، وخاصة ما يتعلق بتعديلات القانون التي حصلت على قانون نقابة المعلمين منذ فترة. وبالتالي المجلس نقابة المعلمين تعمد الإساءة والإيذاء لكل فرع يخالفه أو يطالب بحقوق المعلمين ويلح عليها، لأن الأصل وجودك هو تعبير عن إرادة الهيئة العامة، وإرادة الهيئة العامة تريد مطالبها. والآن كان المجلس عنده أولويات مختلفة، وكان عنده شغل أنه يقصي هذا الفرع ويقرب هذا الفرع. وبالتالي يا سيدي العزيز، نحن لم نستطع أن نكون شركاء ومساهمين في تقديم خدمة متميزة للمعلم الأردني أو في حل مشاكله. نعم. والمطالبة بحقوقه وتطلعاته. سيدي، وبالتالي ارتأت هيئة الفرع بتقديم الاستقالة. الاستقالة سببها الطريقة الإطفائية، الطريقة الانتخابية، عدم تسامي أو وجود المجلس دائما حاضر في حقوق المعلمين ومطالب المعلمين. نعم. يعني نتمنى دائما الخير لكل المعلمين في الأردن، إن شاء الله دائما يعني يكون هناك توافقات بما فيه المصلحة العامة. كل الشكر لك. إذن العضو المستقيل الآن لفرع إربد بنقابة المعلمين. نعم، قاسم المصري العضو المستقيل من فرع إربد، وأنا عضو في الهيئة العامة. نعم. وأنا يعني دائما سأبقى يعني العنصر الفاعل الذي ينادي بحقوق المعلمين ومطالبهم، إن شاء الله. أنا وكل زملائي المستقيلين من فرع إربد. جميل. نتمنى لكم التوفيق دائما أستاذ قاسم. شكرا جزيلا لك قاسم المصري، إذن عضو المستقيل لفرع إربد بنقابة المعلمين الأردنيين. نكتفي بهذا القدر بملف المعلمين، نذهب إلى فاصل، نعود من بعده إلى ملفات جديدة، فكونوا معنا.